توبة توبة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، شوف هذا النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذا رزقك الله التوبة النصوحة أبشر. يقول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب إلى الله، لأن لوقت التوبة، لأن لوقت قبول التوبة انتهاء، لأن لوقت قبول التوبة انتهاء، انتهاء، لأن لوقت قبول التوبة انتهاء. وانتهاء وقت قبول التوبة نوعان: نوع عام ونوع خاص. ما هو النوع العام؟ النوع العام طلوع الشمس من مغربها، بينما الناس الآن يرون الشمس تشرق من المشرق في يوم من الأيام لا يدرون إلا وقد طلعت عليهم من المغرب. حينئذ يؤمن الناس كلهم جميعا، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، كما قال ابن كثير رحمه الله، وذلك في صحيح البخاري. النوع الخاص: الموت. الموت إذا نزل الموت فلا تسأل عن حال الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ يتعذر الكلام، بل يتعذر ابتلاع الماء. يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إي والله، نحوه بين أيدينا، بين أيدينا ننظر إليه، حتى أن بعضهم ينشب في حلقه: فلان تعرف أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، تعرف؟ وين يعرفك الآن؟ هو مشغول يعاني من سكرات الموت، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن يا أخي في الله، يا أخي من حقه عليك أن تلقنه: قل لا إله إلا الله، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم يا عباد الله، نعم، هذا النوع العام، هذا النوع الخاص، هذا النوع الخاص من وقت انتهاء قبول التوبة نزول الموت. إذا نزل الموت تعذر الكلام، وكما قلت تعذر أيضا ابتلاع الماء،
فعلينا أن نبادر بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل. إياك إياك والتسويف، يفتح عليك الشيطان هذا الباب، يقول لك فلان مات عمره 150 سنة، وفلان مات عمره 100، فلان مات عمره 90، كذا وكذا، يفتح لك أبواب التسويف. إذا وقف فتح لك هذا الباب، قف في وجهه وقفة صامدة واقرأ قول الحق جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.